فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه رضوان الله عليهم أنهم جمعوا بين الشفع والوتر بتشهد واحد في صلاة التراويح؟ نعم، ذكروا أنه لا بأس أن يجمع الشفع والوتر بسلام واحد، لكن لا يجلس للتشهد الأول، يشبهه بصلاة المغرب، نهي عن هذا في الحديث: لا تشبهوا بالمغرب. إذا جمع الثلاث من غير جلوس بينهما فلا بأس بذلك، والأفضل أنه يسلم بسلامين، هذا هو الأفضل والأكمل. نعم.